إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. كانت عندنا الدورة العادية لشهر أكتوبر وهي الدورة الثانية من هذه السنة، لأن الغرف التجارة والصناعة والخدمات عندهم جوج الدورات، واللي كان اليوم درسنا فيها البرنامج العمل ديال 2023 زيادة على دراسة الميزانية اللي مخصصة لهذه السنة ديال 2023. وكما شفتوا كان مجموعة ديال الأعضاء اللي كانوا جاوا اللي كيوصلوا 97 عضو اللي حضروا أغلبية ديال الأعضاء اللي كانوا حاضرين في هذه القاعة، واللي ناقشوا البرنامج ديال هذه السنة هذه اللي كان مميز من عدة صيغ. أولا جاء من بعد خطابة صاحب الجلالة حول الاستثمار وحول خلق المقاولة ودعم المقاولة والعدالة المجالية، وهذو كانوا النقاط أساسية اللي كانت عندنا في البرنامج ديالنا. ولأول مرة كيوصل الميزانية ديال الغرفة في التجهيز ديال المشاريع 58% من الميزانية ديال الغرفة، وهذه سابقة في الغرفة، لأن عرفنا بأن هاد الشيء هذا غادي ينفع المنتسبين ديال الغرفة وفي المصلحة ديالهم وفي جميع الأقاليم ديال الغرفة ديال هذه الجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما استثنينا حتى شي جهة. والحمد لله كان الفرح ديال جميع الأعضاء بهذا البرنامج واللي صوتوا عليه بالإجماع، جميع النقاط دازت بالتصويت ديال بالإجماع الحاضرين، واللي ناقشوه مناقشة مميزة واللي شافوا فيه الجهة ديالنا إن شاء الله يا ربي غتكون من أوائل ديال الجهات، من أوائل الغرف في المغرب بهذه البرامج هذه. وشكراً.